خلاص والله لازم انفعلت شويه. ما تنفعلش في وشي. وبعدين ما تقلقش ده مطهر يعني. ما تستهبلش. والله ياما خدوا مني تفافي. بس بص بص اسكت. انا بكره الحريم. وانا بكره اسرائيل. بتكره اسرائيل؟ وبحب عمرو دياب. لا والله انا سفاح النساء. شهريار؟ اكتر من شهريار. شهر اغسطس؟ شهر اغسطس اتحطنتني يا ابني. مش اغسطس ده اكتر من هيار؟ هيار ايه؟ انا عايز اموت كل الستات. تموتهم ليه؟ والرجاله كمان. كمان؟ ومن موقعي هذا بقول لك مفيش حاجه اسمها لا حب ولا صداقه. لا في صداقه. مفيش. في صداقه بيني وبين صاحبي مفتيح. بطل ايه دي بقى؟ مش حلوه على المنطقه يعني. يا فندم ده صاحبي. يعني ايه؟ ماليش في الدنيا غيره. اه. انا بس اشتقت عليه. مسافر مسافر وبعد عني. ارتاح من خلقتك. الله يسامحك يا بيه. ماشي. انا كل اللي مزعلني. اه. هنيه ما بعت له جوابات ما ردش عليا. والله؟ ايوه يا فندم بعت له جوابات كتير جدا، انا قلقان عليه. بعت له جوابات كتير قوي يعني؟ فوق ال 10,000 جواب. ده انت رزل قوي. فوق ال 10,000 جواب وما ردش خلاص بطز فيه. لا يا فندم. والله تلاقيك عبيط، تلاقيك بعت جوابات على عنوان غلط. لا لا لا، والله تلاقي العنوان غلط. لا والله العنوان سليم، انا متاكد انا ياما بعت له عليه. متاكد متاكد؟ ايوه. انت بعت له جوابات على ايه؟ لندن الدور الثاني. لندن الدور الثاني؟ وازاي الحيوان ده ما يردش؟ ده العنوان واضح جدا. لندن الدور الثاني. طب ما يمكن يكون عزل. يكون راح فين؟ لندن الدور الرابع. طب يا فندم ما عندكش حد مسافر؟ ما عنديش ما عنديش. انت هتموتني. اصل انا اشتقت على صاحبي، نفسي اشوف مفتاح. نفسك تشوف مفتاح؟ ايوه. قوي قوي؟ جدا. اي ميدالية مفاتيح بص على المفتاح اللي فيها، بوسه وحطه في جيبك تاني. حضرتك بتتري على صاحبي؟ اه بتري على بتري عليا زي ما انت عايز. الا صاحبي ليه يعني؟ لان صاحبي ده قيمه بالنسبه لي. والله طبعا يا فندم. ايه القيمه بقى؟ ابن ناس ومن عيله ومن اصل. والله طبعا يا فندم. يا ترى الاستاذ مفتاح بقى من عيله مين؟ من عيله كالون باشا. من عيله كالون باشا؟ اه ده عمه كالون باشا. ما شاء الله. يا ريت تقول لي بقى عمه ده كان كام سكه علشان نعرف بس قيمه العيله يعني. لا الحقيقة أنا مش عارف أي حاجة عن عمه غير إنه كان عنده 4 عيال. آه. رباهم أحسن تربية. ما شاء الله. علمهم أحسن تعليم. الله الله الله. 2 طلعوا مهندسين و2 مدينة نصر. شفت يا فندم العائلات والتربية والتعليم. 2 طلعوا مهندسين و2 مدينة نصر؟ آه. ما شاء الله ما شاء الله. طب يا اخي اتعلم منه وشوف لك عيله تلمك بدل ما انت صايع كده. معلش انا عذرك انا عذرك. في ايه؟ عشان مش عارف عيلتي. ايه عيلتك؟ ده انا عيلتي كلها محافظين. عيلتك كلها محافظين؟ انا عمي محافظ في الغربيه. محافظ ايه ده؟ محافظ على صحته. انت هتستهبل؟ يا فندم ده من نوع الوسواس اللي يغسل حاجه 30 40 مره كده قبل ما ياكلها. والله تعرف اللبن؟ اكيد عارفه. كان يقعد يدعك فيه كده تحت الحنفيه. ليه؟ لغاية لما الأبيض اللي فيه ده يروح خالص. وبعدين يغليه ويشربه بقى. ما شاء الله دي كانت صحته هايلة. محافظ في الغربية. والله محافظ في الغربية. كانت خيبة أنت وعيلتك وعمك وكل الناس اللي تعرفهم كلها. أنت هتقعد تهزق فيا كده. ده أنا هبهدلك. ليه يا فندم؟ أنت ما أنتش عارف أنت عامل إيه؟ ده أنا هقطعك. إيه الذل اللي أنا فيه ده؟ يا راجل اسكت. معلش. مسير أقول آسى يجي ويخلصني من الذل اللي أنا فيه. مسير مين يا أخويا؟ قول آسى. قول آسى مين؟ صاحبي مفتيح. هو مفتيح ولا قلقاسة؟ ما هما الاثنين واحد، أنا بدلعه بقول له قلقاسة، علشان من النوع اللي جسمه متكوك كده وطلع له دماغ قد القلقاسة. والله. اه وبعدين إيه تلاقيه متزفلط كده يتكعور في أي حتة ما يهموش. آه ما حدش يعرف يمسكه. آه. واد صايع كده ابن حنت مش بروتة زيك. الله أكبر. لا لا. بسم الله ما شاء الله حضرتك فطن. فطن؟ فطن على إيه؟ مش عرفك إن أنا بروتة؟ انت فرحان انك بروتا؟ طبعا. لا يا راجل. طبعا ده بروتا دي حاجه جميله جدا، ده اسمي منذ الصغر. بروتا؟ اه يعني مش فاهم ايه اللي عاجبك في بروتا يعني. منذ الصغر اكيد كنت كسلان وبيقول لك يا بروتا. لا يا فندم ده اللي يحبني يقول لي يا بروتا. انت عارف يعني ايه بروتا؟ يعني ايه بروتا؟ بروتا يعني واحد ما عندوش طموح وواحد كده كسلان وقاعد بروتا كده كده بروتا ما بيعملش حاجه. مين اللي قال لحضرتك المعلومات دي؟ كلنا عارفين بروتا يعني كده. والله ده انا مكسوف لك والله.
مكسوف انت هتجنني يا ابني يا فندم. بروتا دي حاجه جميله جدا، بقول لك اسمي منذ الصغر. يلا يلا يلا، انت مش عارف يعني ايه بروتا. امشي امشي يا فندم. انت حضرتك اللي مش عارف يعني ايه. طب عرفني يعني ايه بروتا. طب اقول لك بس ما تجيبش سير لحد. لا مش هجيب سير لحد، اصل انا ممكن اتحسد اتحقد. تتحسد تتحقد؟ اه. لا ما تخافش، ما حدش هيحقدك. طب هقول لك بس يبقى ايه الكلام بيني وبينك. خلاص انا موافق. طب تعالى. اجي فين؟ تعالى ثانيه. اقدر. لا ما انا هقول لك بيني وبينك. طب اوعى. طيب أيوة. لا ليه؟ بقول لك ايه، الدنيا حر ما تقلقنيش. مش مش خاطر. بقول لك ايه؟ لا والله انت هتستاهل. لا ده انا خايف، لازم الكلام يبقى بيني وبينك. طب قول كده. لا اصل انا ممكن اتحسد اتحقد. انت ايه مجنون النهارده؟ لا معلش معلش. ايه هلا؟ لا عشان خاطر. اوعى. عشان خاطر بقول لك ده انا يعني ايه يا هاني؟ في ايه؟ في ايه يا تصابط؟ لا عشان خاطر. انت عارف اني بتضايق من كده؟ ما بتضايقنيش. لا والله. يا فندم ايه ده؟ انت مجنون؟ معلش يا ابني اوعى ما تشوف كده. عشان خاطر بقول لك ايه، يا رب يا رب باباك يبقى ظابط يا رب. تعالى بابا يبقى تعالى ما تستهبلش. والله عشان خاطر اوعى. ايه ده؟ انت بتلبس تخلف قوي. ما عشان خاطر ما تعصبنيش. وانت ليه عصب؟ ما تعصبنيش. خليك سريلاك. يعني ايه خليك من نوع السريلاك شيشن كده؟ سريلاك؟ اه بس هقول لحضرتك. اتفضل قول. بس ايه؟ عشان انا بس قلقان، الحيطان ليها ودان ومحدش راكب لها حلقان، ودي مشكله. انا هقول لك لا ما تقلقش هركب لها حلقان. خلاص اتفضل بقى قول لي ايه بقى. بروتا ايه؟ بس ما تجيبش سيره. مش هجيب. اصل انا امي ست عظيم 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 اعظم عظمات الستات. شفت بقى؟ يعني انت مبهدلني البهدله دي كلها عشان تقول لي امي ست عظيم 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 اعظم عظمات الستات؟ طبعا. طب وايه يعني؟ ما احنا كل امهاتنا. لا إيه؟ انا ما جبت سيره امهات تانية، انا بقول امي انا العظيمه. يعني ايه؟ طب طب خلاص امي انا كده. انا ما جبت سيره ستات تانية. في ايه بس؟ امي انا العظيمه، مامتي في ريال هي اعظم عظمات الستات. يا سلام، يعني عشان ماما في ريال تبقى اعظم عظمات الستات؟ طبعا لو مش عظيمه ما تبقاش في ريال. امال تبقى ايه؟ تبقى في 10 ساخ في شيلن في فرقه. لا ماما في ريال. امك بتنزل ترن كده. في ريال. ست عظيمه. عظيمه الحقيقه. انت ما تعرفش عظمه ماما قد ايه؟ لا ما خلاص عرفنا انها في ريال. انا اقول لك، انا اقول لك عظمتها. تاني برضه؟ ثانيه واحده ثانيه واحده. اتفضل قول. بس انت ما انتش عارف انت بتكرهني. ماما دي عاديه كده؟ لا عاديه؟ دي اعظم عظمات دي في ريال. اعظم عظمات الستات. في ايه بقى يعني؟ هقول لك. امي قبل ما تولدني ايوه كانت حامل فيا. عظيمة. لا ده اهبل رسمي والله. اهبل رسمي. شفت؟ قبل ما تولدك كانت حامل فيك. بس ما تجيبش سيرة لحد. لا مش هجيب سيرة، ده سر فظيع. ويعني؟ اللي ويعني؟ ما احنا كل امهاتنا قبل. مش بتقول لي ان امك قبل ما تولدك كانت حامل فيك؟ خلاص انا امي. لا انا ما جبت السيره الستات تاني. هات لي ست في الدنيا كانت حامل فيا غير امي، مش هتلاقي. والله اتحداك. لا طبعا تكسب في التحدي ده. يعني لو اي ست حامل ماشيه في الشارع اقول لها انت حامل في عادل هتقولي لا؟ شفت يا فندم؟ يا سلام على مامتك، في ريال دي عظيمه عظيمه عظيمه، اعظم عظمات الستات. بص انا مش كنت زهقان منك انك بتحضني؟ هنتحر. احضني. تعال يلا. تعال قول. انت فكرك امي زي بقيه الامهات؟ في ايه؟ ولا مثلا حملها زي بقيه الحملات؟ حملات ايه؟ يعني حملها مختلف؟ طبعا مختلف. في ايه يعني؟ عظيمه. يعني ايه؟ يعني ايه عظيمه؟ يعني كل الستات حامل من بطنها كده؟ امك حامل من رقبتها؟ إيه؟ تقعد رقبتها تكبر 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 وتمشي في الشارع كده بقى، وبعدين تقول تقوم جايباك من ودنها مثلا. ايه اللي حملها مختلف ده؟ ايه يا فندم؟ ده انت غريب قوي اصلا. انت بتقلل ليه من عظمه عظمات امي؟ ما انت بتقول كلام غريب برضه عادي. ايه اللي تكبر تكبر وبعدين هي زرافه. وهي الزرافه حامل من رقبتها يا ابني؟ اسمع ان هي وسيد قشطه بيعملوا حركات مش مظبوطه اليومين دول. لا والله يا فندم. امي انا العظيمه. تعالي بس. ايه بس؟ انا هقول لك يا فندم. اتفضل قول. اصل انا امي لما كانت حامل فيا ايوه ما كانش بطنها كبير. امال كانت ايه؟ طويله. طويله؟ لا يا راجل. امال ايه؟
يعني كل الستات بطنها عامله كده؟ ده الستات. ماما بقى بطنها عامله كده. ايوه. لقدام كده. ايوه. امك كانت حامل في مدخنه. والله. وانت نايم جوه كده بقى. مش كده؟ صح. هايله. ولو تخش على زحمه بقى بطنها الطويله دي. اه. واسع! واسع! اوعى ولا! اوعى ولا! اكيد حضرتك شفت ماما في الريال. لا شيء متوقع الحقيقه. اه نهايه. طب قول لي بقى. نعم. ماما بقى اللي حملها مختلف في بطنها الطويله دي. اه. ها؟ لما كانت بتقعد في البيت بقى يعني كانت بتقعد ازاي؟ يعني ببطنها دي كده. ماما لما كانت تقعد مثلا على الفوتيل في الصاله. اه. كان لازم نفتح باب الشقه عشان بس ايه؟ لان الصاله عندنا كنزه شويه يعني. فيها كنزه شويه؟ فيها كنازه. فتفتحوا باب الشقه. لازم عشان بطني تاخد راحتها بس. الله. يعني انت واخواتك بقى تقول لكم يا اولاد انا هقعد في الصاله. اه. فتشيلوا بطن ماما بقى، شيلوا قدامي هلا كده 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 وترمي بره باب الشقه. مش كده؟ بيحصل. ولو ناس بقى جايين يزوروا الناس اللي فوقيكم. ايوه. طالعين على السلم يلاقوا بطني في ريال يعدوا يقوموا طالعين عادي كده. مش كده؟ هي. بس لازم قبليها نحط فرده كاوتش. قبل بطنها؟ عشان ما حدش بس ايه يخبط في بطن ماما. طب زياده حرص بقى بولعه في الكاوتش ده عشان تبقى باينه. ممكن نبقى نعمل كده في حد جديد بقى. طيب قول لي بقى. نعم. لما ماما بقى بتقعد كده. عايزين بقى نخش في مرحله النوم. النوم؟ لما ماما تحب تنام بقى بطنها الطويله دي بقى. بتنام على السرير بقى وتقوم مقلوبه على جنبها كده. لا! انا امي ما تنامش على جنبها، انا امي عظيمه تنام على ظهرها وبطنها تبقى طالعه كده. تنام على ظهرها وبطنها لفوق كده. في شموخ. والله. طبعا. كانت بتنام فين؟ كانت بتنام في المنور. في المنور؟ عشان البط تاخد راحتها. منور مفتوح بقى للسما كده. طبعا. ما شاء الله. تنام بقى كده اهو وبطنها طالعه فوق كده اهو. شموخ. وبالليل بقى يخش حرامي على المنور وبعدين عايز يطلع. يقوم قافش بطن ماما. ويبدا يطلع. يطلع. يطلع ويقوم داخل بقى عشان يسرق. طبعا يا فندم، اصل الحقيقه يعني مهما حكيت لك انت تعرف الدكتور لما كان يجي يكشف على ماما. كان يتوتر. اكيد. ده كان بيتعالج نفسيا بسبب ماما. ده الله يكون في عونه. كان بيكشف عليها وهي نايمه في المنور. لا والله. طبعا. يعني تبقى نايمه كده وبطنها طالعه فوق كده. دكتور يطلع بقى فوق السطوح. ايوه. عشان يكشف على ماما. ايوه. يحط ايده بس يا دوبك من فوق السور كده. ايه يا مدام؟ ايه الاخبار يا مدام؟ وانت واقف جوه كده. ايوه والله عظيم عظيم. والله ده الدكتور ده كان بيتعالج نفسيا بشكل غير ده انت عارف اعراض الحمل عند ماما طبعا مختلفه. ليه بقى؟ كل الستات اللي بتبقى حامل تقول لك انا حاسه بدوخه. لا ده الستات. امال ماما ايه؟ الدكتور كان يجي يسالنا الست دي بتدوخ؟ نقول له لا. كان يعمل ايه؟ يكتب لها على مراجيح. مراجيح؟ يكتب المراجيح ويقطع رشته كده. والله. والله. واحنا ناخد ماما. ناخد ماما نوديها الملاهي ندوخها ونرجعها تاني. ما شاء الله. يقول لك ده مهم عشان صحه الجنين. اللي هو انت الجنين يعني. امال انا تنين ولا ايه؟ لا ده انت جنين وسيد الجنانين كلها. ده الدكتور قاعد يعالج في ماما يعالج في ماما. لغايه لما جه اليوم التاريخي. ايوه نفسي اعرف بقى اليوم التاريخي بقى يوم الولاده. لا. يوم الطلق. يوم الطلق؟ هو حضرتك ما سمعتش عن طلق في ريال؟ هو طلق في ريال مشهور قوي كده؟ حضرتك ما قريتش تاريخ؟ لا الحقيقة ما أعرفش إن طلق ماما نزل في التاريخ. طب ما شفتش حدث في مثل هذا اليوم 26/10؟ لا بجد؟ لا ما حصليش شرط. يا فندم ده أنا أم الست الوحيدة اللي جالها الطلق بعد الولادة. إيه؟ جالها الطلق بعد الولادة؟ بخمس سنين. وأنت كنت فين؟ أنا كنت في كيشي 1. يعني انت في المدرسه وماما بتطلق فيك في البيت. ما شاء الله يا ست فنان. بقول لك على يوم الولاده. نفسي اعرف. ده الدكتور قاعد يولد في ماما يولد في ماما استخدم كل وسائل الولاده اللي في العالم. فشل. فشل؟ طبعا. عمل ايه؟ انتحر. ارتاح. بعدنا جبنا دكاتره كتير عشان تعالج تولد ماما وتعالج. انا لا انسى مجهود رجال الاسعاف في اليوم ده. رجال الاسعاف عملوا ايه؟ لا انسى لهم الشكر والجميل. عملوا ايه بتوع الاسعاف؟ كانوا قاعدين رايحين يشيلوا في الدكاتره، يشيلوا في الدكاتره. خلصتوا على دكاتره البلد؟ يا فندم ده السنه اللي انا اتولدت فيها كليه الطب قبلت من 20%. ما شاء اوكازيون مجاميع في ريال.
هايل والله من 20%. والحكومة طلعت بيان ونقابة الأطباء شجبت. وأمي قالت إيه ده؟ أنا مش عايزة حد يولدني. أنا هتصرف. عملت إيه بقى؟ عملت كده. يلا يا عادل. وبعدين؟ نزل عادل. والناس قالوا إيه ده؟ ده بروتة. والله نسيت إن الموضوع على بروتة. كل ده عشان سألتك يعني إيه بروتة؟ كان يتقطع لساني قبل ما أسأل. يا سلام يا فريال عظيمة. شفت يا فريال؟ قالت إيه ده؟ أنا مش عايز حد يولدني. قالت أنا هتصرف. يلا يا عادل. قام نازل عادل قالوا إيه ده؟ ده بروتة. فجي عادل عشان يقرفني أنا. يقرفك؟ ولا عادل اطلع بره. بره؟ أنا مش هطلع بره. أنا آسف. آسف على إيه؟ مش قبل ما اخد حقي. انا بيعجبني فيك قوتك. حقك ايه حقك؟ انا خدمت المحطه الفضائيه بتاعتكم ديت بما فيه الكفايه. من حقي بقى اب واطلع للدنيا. امال ايه؟ طبعا بقول لك بيعجبني فيك شجاعتك. ايه حقك اللي انت عايزه يا عادل؟ بصراحه بقى انا عايز العب دور البطوله في الفيلم الجديد اللي انتوا هتنتجوه. والله الفيلم اللي انا هنتجه قلبي دليلي دليلي قصه حياه انور وجدي. عايز تاخد دور البطوله؟ عايز تلعب دور مين ان شاء الله؟ دور انور وجدي. لا والله. ما تنفعش. ليه؟ لان انور وجدي كان شعره ناعم وسايح. انت لا يا فندم يا فندم، ده شويه سمنه وقطقوطه قطقوطه خلاص. والله العظيم. خلاص يا عادل اوعدك. متشكر يا فندم. اول ما تخرج من السجن هعمل لك تيست. سجن؟ طبعا سجن. ده انا هقطعك وهبهدلك وداخل عايز اخد حقي. سجن ايه يا فندم؟ يا راجل اتنيل. ليه انا عملت ايه؟ انت عارف اللي اتكلمته في الموبايل من شويه وضرب نفسه بالنار ده عمل ايه؟ عمل ايه؟ خسر القناه الفضائيه بتاعتي 7.5 جنيه. ايه؟ شوف انا ما برحمش. عارف فتحي اللي رميته بره وقال حرمت حرمت؟ أيوة. عارف خسر القناه الفضائيه بتاعتي كام؟ كام يعني؟ 5.5 جنيه. ايه؟ عارف يا عادل انت مخسر القناه الفضائيه بتاعتي كام؟ كام؟ 200,000 جنيه. عالجزمه! ده انا هقطعك يا فندم. خلاص انا مستعد يعني تخصمهم من مرتبي بالتقسيط. مرتب يا شحات؟ انت بتقبض كام اساسا؟ 200 جنيه يا سلام. اخصم 200,000 جنيه من 200 جنيه تقعد تسدد فيهم 30 سنه. حقي وحقك. جا كسر حقك. طب خلاص خلاص ولا تزعل نفسك. انا مستعد ارد لك ال 200,000 جنيه على 4 شهور لو حبيت. ايه الفتاكه دي؟ على 4 شهور؟ طب انا موافق. ازاي؟ خلي مرتبي 50,000 جنيه في الشهر. اخرج امشي. انت بتستعبط؟ طب انا اعمل ايه؟ انا معيش فلوس. تعملهم عليا؟ بقول لك ايه؟ نعم. انت قدامك حل من اتنين. ايه؟ يا السجن يا تعمل اللي هقول لك عليه. انا مستعد لاي حاجه. طيب تعال. نعم. انت بتشتغل ايه في المحطه الفضائيه بتاعتنا؟ مؤلف. مؤلف ايه؟ اغاني ومسلسلات افلام. سيبك من المسلسلات والافلام المضروبه اللي بتكتبها دي. حاضر. خلينا في الاغاني. ايوه. انا عايزك تالف لي اغاني شريط. بس كده؟ لا مش بس كده، لسه في حاجه ثانيه. ايوه. وهدي لك الفرصه انك انت اللي تغنيه. كتر الف خيرك. شفت انا لطيف ازاي؟ لا حضرتك طول عمرك طيب. عندي شرط واحد بقى. اشرط امر. الاغاني اللي انت بتالفها دي لازم وانت بتالفها تخليها اغاني مسفه. عايزك تبتذل، عايز اغاني هابطه. مستحيل. يعني ايه مستحيل؟ انا بحترم فندي. طز فيك وفي فنك. فنك ده هيدخلك السجن. هتعمل اغاني هابطه الناس كلها هتشتري الشريط. الناس خلاص ما بقتش عايزه تسمع اغاني حلوه ولا طرب، عايزه اغاني هابطه. والشريط هيبيع كتير جدا. تسدد اللي عليك ويا دار ما دخلك شر. فكر قول. ها السجن ولا تعمل كده؟ يعني هو ده اللي هيجيب فلوس؟ هو ده اللي هيجيب فلوس. هو ده اللي بيعجب الناس؟ هو ده اللي بيعجب الناس. حاضر يا بيه. ها هسف. برافو. هبتزل. هايل. هبيع القضيه. ممتاز. هغني اغاني هابطه وهقول لك نكت قبيحه. هتقول لي نكت قبيحه؟ تحت امرك يا باشا. بسنتك حبيبي عادل. انا بموت في النكت القبيحه. قول لي واحد بس قبيحه. حضرتك اللي قلت قبيحه. ايوه. قول قبيحه. ايوه. طيب قول. مره واحد من اياهم قابل واحده من اياهم. يا سافل يا سافل. بقوم اتنين من اياهم. حضرتك اللي قلت. ايه السفاله دي؟ ده انا اتكسفت موت. مش تراعي ان في ستات قاعده. شد حيلك شويه. حاضر يا بيه. ما تستعبطش. هسف يا ناس. افتكر السجن. هبتزل يا هو. يلا تعالوا خشوا لي. تعالوا كلكم. عايزين نساعده عشان يسف ويبتزل ويعمل شريط هابط يجيب فلوس ونخلص منه. يلا يا عدول شد حيلك وانا بنفسي هقدمك. انا عزب شديد صاحب المحطه شخصيا. هقدمك على الهوا كده قدام الناس واقول ايها الساده
موعدنا الآن مع المطرب المسف، المطرب المبتذل، مطرب البيجوهات، مطرب الميكروباصات، الفنان النجم عادل رأفت. مزيكا. قسم يا معلم. يا عين يا مناخير يا ودن، ونحدى لماذا ياخد رقبة إزازة إزازة، وانا هبقى في اللزازة والناس ما تهمنيش يا ليل. هبطل السجاير واشرب بانجو حشيش، ومن اول يناير هديها وما اخدشيش. هبطل السجاير واشرب بانجو حشيش، ومن اول يناير هديها وما اخدشيش. ايه او رقصوني رقصوني، شوف لي بنت سيمة وعيالي دول ثوابت، هرميهم في الملاجئ واتعايق على الخلايق وابقى به وقيمة. او رقصوني او لعلعوني وجوزوني وطلعوني. هيقولوا الفن ضايع وتهزقني الصحافة، انا بعمل فن صايع ما تعبنا من الثقافة. والله لملى الشرايط بكلام اسفاف وهار. يا عم قول يا باص ده الفن في القرافة. والسوني سوني واللولي اللولي، او جوزوني او طلعوني. ومن النهارده مفيش حفلات ومفيش ندوات ومفيش اجتماعات ولا محاضرات. والواد اللي اسمه الاسد ده وعامل لي فيها راجل، انا هوريك. ومعانا سياده العقيد محمد باهي الطويل قائد الحراسات الخاصه. خش يا باشا. هوب ها هوب ها هوب ها هوب ها ها هوب. تواطوا المكان. تمام يا باشا. ومعانا سيادة المعيد عبدو السون. اتفضل يا دكتور. والله عال ما شاء الله ما شاء الله. عال 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 عال. خير يا جماعة مالكم؟ ده أنا جاي النهاردة عشان أقول لكم إن أنا قررت أنفذ كل اللي أنتوا عايزينه. إنما يعني لو مؤاخذة تعملوا مظاهرات في الجامعة؟ لا مظاهرات في الجامعة لا. ليكم طلبات قولوها وأنا أنفذها وأنا زي الجزمة. إنما تعملوا مظاهرات في الجامعة أنا ما بخافش، ومش أنا الواحد اللي ما بخافش، السيد رئيس الجامعة برضه ما بيخافش. هو بعت فاكس صغير كده يا باشا في كلمتين بساط خالص هقراهم بنفسي. بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الطلبة، نخو لينو ماينو وطو طاطو، مفهوم يا رجالة؟ عشان نجاعي وجعنا دول بيصدروا لك الطرش يا باشا. يلا 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 باشا حلو. لا 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 على نفسه على نفسه على نفسه
ماشي خد القنابل يدوية. ما حصلتش قنابل يا عم. قنابل ايه؟ بلاش الكلام فارغ عيب انت يا ساتر اصبر يا رب. خد القنابل بتاعتي قنابل يا راجل. عيب يا راجل بلاش الكلام فارغ يا رب. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ اتفضل القنابل ولا الهوا. طب انا بص بقى اعمل لك خطه. هتعمل لي ايه؟ خطه. يلا يا جوهري العب خطه اربعه رجاله معاك يا باشا. خطه اربعه معاك اربعه. هكون بطاطا بو. هكون بطاطا بو. نفس الخطه اللي لعب بيها الجوهري. انا عارف بس هو فضله هكونا لغايه ما طاطا بعد عنك دمرنا هناك. نفس الخطه. حرام. ماشي والله حرام اللي بيحصل. ماشي يا لازم. مش نافع معاك الخطه دي ولا الهوا. طب انا بقى هطلع لك طلعه سريه من بتوعي. اذا كان انت اساسا سر طلعت ايه اللي هتطلعها سريه؟ انا مش بس فاهم. بس انا ممكن اعمل معاك احلى نمره. نمره يا ابني؟ انت معكش بطاقه اساسا عشان تعمل. انا معيش بطاقه يا لسه. انا ما بحبش بقى اتخانق مع جندوفلي عشان كده. شفت الجندوفلي خناقه وحش. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب اتصرني عليه. طب وانت تتخانق مع ابو جهل في ايه اللي. يا رب انا مش مؤثر في حاجه. هتاثر في ايه اكتر من كده؟ ارجع مكانك يا رجاله. أيوة. الناس دي عايزه تقطع لساننا عشان بنقول كلمه حق. بس لو انتوا سكتوا انا مش هسكت. وانا في داكو كلكم وهعيش واموت في داكو كلكم. والله يا عال. والله يا عال يا سوناس بقى انت عايز تحرجني وسط الكليه. خليك في حركه يا كمال. ليه؟ انت خلاص اتخرجت وبقيت معيد. سيبنا نشوف مصلحتنا يا كمال. انت بتحقد عليا عشان اتخرجت بقيت معيد بكفاحي وعلي ودموعي. بالكوسه يا كمال. رئيس القسم اللي كنت بتنظف شقته وتشوف طلباته كان بيديك امتحانات يا كمال. ها وبعدين هي دي مذاكره اللي كنت بتذاكرها؟ تقعد طول الليل على المذكرات زي مكنه التصوير. أيوة. تاني يوم الصبح في اللجنه ترص اللي انت صميته في ورقه الاجابه. أيوة. هو ده تعليم يا شباب؟ لا. هو التعليم حشو دماغ يا شباب؟ لا. يا سلام. طب قولي ايه هو التعليم يا فندم؟ انا اقول لك يا كمال. قولي. التعليم عمره ما كان عافيه. أيوة. التعليم لازم يكون بالود بالحنيه بالاقناع. ثبت في اخر الدراسات النفسيه على الطلبه ان التعليم ما هو الا علاقه رومانسيه ما بين الطالب والمزه. الايه؟ الماده. الطالب والماده. الماده. الطالب يبص للماده الماده تبص له. الطالب يضحك للماده الماده تضحك له. اسمك ايه يا ماده؟ بنزين. أنا اسمي كبريت يا مادة بعيد عنك. البنزين والكبريت يقعدوا يذاكروا مع بعض وأول ما يحصل الاشتعال ينجح الطالب في المادة كمان. يا عم بنزين إيه وكبريت إيه؟ إحنا في مرقص قدر الموقف. يبقى تقول لي ليه؟ ليه؟ ليه رئيس الجامعة لازم يبقى الأستاذ الدكتور البروفيسور و40 لقب قبل اسمه؟ ليه ما يبقاش واحد من الطلبة عشان يحس بمشاكلهم؟ طب إزاي؟ عايز الأستاذ الدكتور العميد يبقى طالب زيكم؟ إيه المشكلة يا بني آدم؟ تقدر تقول لي مثلا مين عميد كلية آداب جامعة طوكيو؟ طالب من حقوق تايوان. تقدر تقول لي مين عميد كليه التربيه الرياضيه في فرنسا؟ زين الدين زيدان يا كلب. 65 مليون دولار وانت ما تسواش دولار واحد بقميص نومك الاحمر ده يا راجل. بس انا صاحبك يا مفتاح. كنت صاحبي لما كنت طالب زيك زي دلوقتي. انت عميل جاسوس لهيئه التدريس وبتبلغهم بنشاطنا السياسي في الجامعه. انا خاين مفيش مشكله بس انا صاحبك. عمرك ما كنت صاحبي ولا شرفني. ايه رايك؟ صاحبك من حد دلوقتي وجاي يقول لك خبر يفرحك. عمرك ما قلت حاجه تفرحك كمان. ايه اللي هتقوله يفرحك؟ جربني المره دي. جربني المره دي. اجربك المره دي؟ مف صاحبك هيخطب. مدهور في داهيه وانا مالي اخطب ولا اتحرق؟ انا دلوقتي عندي سياسه او مظاهرات مش فاضيه. البنت حلوه. هتبص لك انت ازاي؟ البنت بتموت في دباديبي. بقى مرت ان شاء الله. اقول لك انا البنت تشوفها جايه من بعيد تقول ايه الحلاوه دي؟ حلوه. حلوه ايه؟ 30% قشطه، 40% زبده، 50% زبادي. اه دي 100% بقره طبعا. انا بقولها. انت بتكلمني عن مزرعه البانيا يا كلب. ارجع ارجع بلاش كلام فارغ. احنا جوانا رغبات مكبوته عايزه تطلع. كل الشباب دي جواها رغبات مكبوته. حتى رجالتكم جواها رغبات مكبوته. وحاسبت لك فتر. انت عايز ايه ولا مش انت يا انت؟ أيوه. تعالى. أيوه. مش ده القائد بتاعك؟ أيوه. مبهدلك ولا لا؟ أيوه. ممرمطك ولا لا؟ أيوه. جواك رغبه مكبوته انك تلسعه كارت ولا ايوه نفذ الاوامر. أيوه. انت أيوه. مش ده القائد بتاعك؟ أيوه. مبهدلك ولا لا؟ هموت. ممرمطك ولا لا؟ جواك رغبه مكبوته انك تطلع عين. اضرب ده اقصر يا رجاله. ايوه جواكوا رغبات مكبوته. ايوه ترقعوا.